daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartana daawanaysay kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka arrimaha haweenka oo aad laba ka daawataan xarunta telefishinka Sub TV ku leeyahay magaalada Hargeysa. Barnaamijka waxaa martii waa Xamde Maxamed Cabdiraxmaan. Mowduucan barnaamijka kaga hadli doonaana wuxuu noqon doonaa doorka ay haweenku ka qaataan fidinta dacwadda Islaamka. Hay Xamde, marka hore kusoo dhawow Sub TV, bal in waan sheegay magacaaga. In waxaad ii sheegta waa Tuma Xamde. Waxaan ka wadaa taariikhdaada oo kooban, halkii aad ku dhalatay amaba aad ku soo barbaartay. بسم الله الحمد لله الذي أنار عقولنا ويسر طريقنا وشقل أوقاتنا بما ينفعنا نحمده تعالى ونشكره ونصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين وندوه هذا أدب ما سنتهي حمد محمد وحويا إن أن كل الله تهرجيسة كبر بارتي كقادتي مراحل كي كل دونا وحبرشو هذا يتهي دكسي هوس دكسي دحية سكن دريبة إلا كام عادي هيك كوبا ده كام عادة الدقيقة كقادتي كلية كام عادة بدر كلية الشريعة سو كلا حنقول هذا نكون جودي ترتجي دقيقة أما سهن كي وحبرشو إسلا كام عادة بدر أون كلية التربية والتعليم مفكر كل لغة قانا إديكيشن سكوبا نتنكو بشيء حمد وتعالى Xamde, aad baad u mahadsantahay kulay barnaamijka haweenka. Waxaan kaga hadli doonaa mowduuca oo ah doorka ay haweenku ka qaataan fidinta dacwadda Islaamka. Bal noo sharax sidee bay uga qayb qaadan karaan haweenku dacwadda Islaamka. Gabadha muslimada ah, horta dacwadda marka si caama la yidhaahdo, rag iyo dumarba waa lagu amran yahay, waa waajib saaran in lasoo guto. تاهو حينو عدينا يا آيات القرآن الكريم كأ الله سبحانه وتعالى والنبي جسوك سدتي حديث النبي عليه الصلاة والسلام محن كره ده إسقون إنه شيء جاي آيات كم ده سو كلا آيات ده كم ده وكتسينا يا إن محن كره ده أي دعوة ده أي أرد حي صار رجع ضمر بقى تهاي إني لبعض بقبتنا حك كم ده قال كرب الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعدهم أولياء وبعد يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويضيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. سو كلا النبي عليه الصلاة والسلام حديث فرمان بإنه قعد دي وكم تهي حديث النبي عليه الصلاة والسلام وإنه وش هيجي أولها بلقوا عني ولو آية إجا جارسية آياتنا الله كديجة تاس أو شمل نيس أو كوبس نيس رجل دمربا إني جارسية نمضى سو كلا النبي عليه الصلاة والسلام وحول الدين نصيحة دينته ونصيحة ووانو وحليلي يا رسولك إلهي يي أتهي فرسولك محكوك جواب عليه سلطان لله إلهي بأتهي والكتابي كتابي سأتهي والرسول رسولك سأتهي ولأئمة المسلمين عامتهم يا أئمة المسلمين تأردن سيقود أهامبا ف هذا بحال كاس مركي نوكا أنبقى عدنا قبل روحي كل هذا الدور آد أوبرلارن فدين تدعودك مجال كاستو محنكر هذاي مجالات كتعودك كم يدقى ويقالي كارتا oo ugu muhiimsan tahay dhinaca dumarka iyo bulshada oo ragga uga faradhuudhuuban tahay dhinac kastaba janib kastaba oo taasina waxaaba ka sii weyn waxa weeyaan ba iyada warshadina meeda mujtamaca soo saaraysayba dacwadu waxay ka soo bilaabaysaa nafteeda waxay ku soo xigsiinaysaa ehelkeeda waxa maxaan ku rahday iyo ubadka ay barbaarinayso oo taasina ugu muhiimsan mujtamacadi u saaraysay oo ah maxaan ku rahday lafdhabartii dhameedba ay gacanta ku hayso rag iyo dumarba iyada soo saarta kii madax noqon lahaa kii madaxweyne wasiir dhammaan ka macalin ah iyo bulshada qayb dhan bay soo saaraysaa fa tarbiyada ugu horreysay dacwada iyo dhisidda ilmaha halkaasay ka soo bilaabaysaa مجال كذا أدب وبلانية. وحقيقة إن حمد أمر كهرة واحد يجا ورا نتاقب كاي هوينكو وجود بين كران دعوة الإسلام كا ويا صار شيء كتير واحد تري مجتمع وحوق بدن هوين. طبعا لا بقى بو وجود بين كران حنقول هذا ككوباد وحويا إني بنانك أول صوب بحده كلا بعدنا وحويا إني نبدأ حكى سوشي قصة سين هرب وسوشي يعني كي بنانك أول صوب بحي سوي حويا مال دعوة جاء مراكزتا إن أي كقب قادن كرتو أو أي حنقول هذا دعوة هلا كفين كرتو بلشة دي كل الدوانات إذا أرضي دي هبليه دد كيس مجتمع كلا وينه دد واوين دد ده دد ير يربع كلا لها بكل حتر كرتا يسوي حجلي كرتا maday wax baranayso markay wax barashadii ku jirto inay wada dacwadii way ka dhinacwadi karta haday sidoo kale maxaan korhadayay bulshada caadiga ah ku dhex jirtay aan shadadeeda caadiga ah qabsanaysana way ka dhex qaban karta doorka khaarijiga waa ka doorka daaxiliga oo gudahiina waxa weeyaan kan ay tarbiyada ilmaheeda kaga soo bilaabayso in nafteeda kaga horaysiinaysa ilmihii ku xigsiinayso ay cidii kula nooleyd iyo bulshadii iyo jaarkii intiis ay saas u sii dhex galiso labada doorba kaga qabsan karta way kaga qayb qaadan karta
markay gabadhu gudbinayso dacwada qaabkay u martaa bal sawirkeedu buuxa naga sii sidee u gudbinayso halka ay ka bilaabayso iyo waliba cida ay la hadlayso qaabka ay u la hadlayso wax kasta oo qofku waxa ugu muhiimsan in naftiisa ka bilaabato marka ugu horeysa in waxa ugu baahan tahay is dhisto oo mustawaheeda ay dhisto oo ay ku tasalluxdo ee maxaan ku raaday askari bilaabow wali lama arag baan filayaa marka saaso kale yadna inay maxaan ku raaday waxyaabaha u baahnayd ugu horeeyso ee daacadi cibaadadi akhlaaqdi iyo cilmiga ugu muhiimsan yahay inay yeelato oo cilmiga sharciga ah ay og ay maxaan ku raaday garan karto oo waxyaabo badan oo maxaan ku raaday ku saabsan diinta ay fahmi karto oo ay fahansan tahay ka dhaadhacsan tahay waxay tahay tacawadi soo kale akhlaaqiyadkii ay dhisi karto iyo qudwad noqon karto qudwa maxaad ka wadaa adigu noo faahfaahinaya qudwa waxaan ka wadaa qof lagu daydo qudwa qof lagu dayan karo lagaga dayanaya akhlaaq dhaqan dulqaad diin sida dhan walba lagaga dayan karaa qudwa oran karaa gabadhu marka ay gudbinayso dacwada qaabkay u maraysaa bal siday ugu gudbinaysa iyo halkay maraysa sawir buuxa naga sii markaasaan kuu sheegay markay iska soo dhisto daakhilkeeda ay maxaan ku raaday waa inay si qad iska soo dhistaa oo kalsoonida nafteeda ay soo dhistaa cilmigii ay soo yeelato sharciga ahaa ay kusoo tasalluxdo ay kusoo isku soo dee hubayso kusoo hubaysanto cilmigii sharciga ahaa oy garanayso meelaha laga soo geli karo leanna hadda waqtigan la taagan yahay cadowga islaamka uu fara badan yahay godolooyinka badan oo laga soo galo islaamka waxaa ka mid a dumarka dhinacyo badan oo maxaan ku raaday gaalada iyo dadka cadowga oo islaamka ay kaga soo hujuumaan weeyaan kaga soo weeraraan marka waa inay markay intaasoo meelood markay iska soo dhisto si toosay usoo dhex geli kartaa markaa dacwadii iyadii oon ka baqanayn mujtamaci oon ka libliqsanaynin oo og hadafka ay u socotay risaalada ay u socotaa waxay tahay lanoo dariiqa aad jeexanaysa inuu kuu cadyaa marka hore haboon marka dariiq markay si toosa usoo jeexato hadafkeeday ogaato wuxuu yahay cilmiga sharcigana si fiican usoo fahanto saasii kay kusoo geli kartaa marka xamda gabadh waxaa la eeeen waxay tahay waa gabadh oo waxaad tiri dacwadii gabadhi way gudbin kartaa bal markaynu taa kusii socono gabadhu markay gudbinaysa dacwada waxay la hadlaysaa bulshada kala duwan qeybaheeda inta badanna waxaa la yidhahdaa haweenku waa nisaa iyadoo la leeyahay waa nisaa dacwadiina gudbinaysa sideebay iskugu dheelitiri kartaa hawshii ay waday oo ay u qancin kartaa bulshadii kala duwaneed maadaama ay qabaan inay gabadhu nisaa tahay in gabadhu inay nisaa tahay oo gabadh ahayd oo dumar tahay kuma aha naqsaan kuma aha runtii waa wax sharafa oo ay tahay inay ku faanto gabadh waxa weeyaan mujtamaca dhan waxa soo saara warshad dhan mujtamaca soo saarta inay la-aanteed aanay jirteen soo kale maxaan ku raadayay iyadoo saas ah oo maxaan ku raadayay intaasoo sifaado lagu sheegayo cidi doontaaba ha sheegtay bay haddana kaalin weyn islaamka ka soo qaadatay horeba uga soo qaadatay ilaa iminkan way ka qaadata tusaale waxaa kugu filan gabadhii ugu horeysay qofkii ugu horeeyey ee diinta islaamka qaabilay oo diinta islaamka galay oo nebi maxamed calayhi salaam markii risaalada loo dhiibay oo maxaan ku raadayay ugu soo horeeyey muslimay khadiijay ahayd qof dumaray ahayd qofkii waxa ahayd nebiga calayhi salaam garab istaagtay dacwaddu si ay heerkaa usoo gaadho sanawaadkii hore oo dhanba ay ku bixisay maalkeedii juhdigeedii dhan walba ay ku bixisay tusaalaha koowaad iyadaa inoogu filan iyo doorkii islaamka kasoo qaadatay laba waxaa inoogu soo mataqaana iyadna inoogu soo xigta tusaale aynu ka dhigan karna caisha radiallahu canha caisha waxay ahayd tusaale oo ahayd qudwo u ahayd gabadh cilmi leh diin leh oo cilmigeeda dhinac walba uu maxaan ku rahdayay taabtay oo xadiidka warisa fiqiga taqaana ashcaarta taqaana waxyaabo badan looga daba fadhiisto oo culimaadii waaweynaa iyo saxaabadii waaweynaa ee macalin u ahayd taasoo keliya taaba kugu filan in ku dayasho iyo dariiq aad ka dhigato marka gabadhu door mar walba waxay ka qaadataa door weyn bay ka qaadataa oo innaba aan la koobi karin bay ka qaadataa tusaalayaal fara badanna wayna haynaa ilaa hore ilaa iminka way jirtaa marka lagamana maarmi karaan aanu aaminsanahay doorka ay ku hayso gabadhu maxaan ku rahday mujtamac mujtamacu qof kastoo ka mida rag iyo dumar weyn iyo yar wuu isku xidhan yahay wuxuu ka dhigan yahay dhismo weyn buu ka dhigan yahay maanta haddaynu guri dhisayno oonu isdul saarsaarno jaajuurkiisa labnaadkiisa oo dhan dhammaystirno oynu ka tagno meel yar ka sheekay way dalooshamaysaa daloolkaas wuxuu noqonaya naqsi ku jira haddii markaas qof maxaan ku raaday gabadh kasta haddii kasoo baxdo kaalinteeda ay dacwadda ku leedahay ay bulshada ku leedahay ka hooyanimo ay kasoo baxdo way buuxinaysaa qeybteedii intuu doonaba juhdigeedu ha ahaada laakiin waxaa laga rabaa inay juhdi la timaado waxaa laga rabaa gabadha muslimka ahayd maanta in ogaato islaamka inuu u baahan yahay waxaa laga ogay inay ku baraarugtay inaan dhinaceeda islaamka looga soo dhicin ay ogaato waxyaabo badan meelo badan ay buuxin karto inay u taafeexaydato u kacdo si u buuxiso oo isku ogaato doorka ay ku qaadan karto ay ku baraarugta aad bay muhiim u tahay gabadhu goormay noqon kartaa gabadh gudbin kartaa amba fidin karta dacwada waxay noqon kartaa gabadha markata gabadh cilmi leh
وحبرتي ونفتي كده ذا شيء علمي كست ماماها علمي شرعي عتقانا ودين تهدي سفي عنو قارن كرتا وفهم كرتا يدي كل دقنتي كده من غير كده جارسين كرتا مركزي نقول كرتا قبر فلين كرتا وكارن تقص وبح كرتا هذا وح أوف أو بنان يدو جوري جدا إسكفر ده وأوبت كده كرسنا إسا بيجلي كرتا لأنه قبل هذا أوبت هي كبح ده وح ضيع إسا نصف المجتمع يد مركو هرا ونصف المجتمع مثل كي وح أورني الأم مدرسة إن أعدتها أعدت شعبا طيب الأعراق هو ومدرسة مدرسة تدات سيفي عن أصول سارته وحكي أصول سارس هبلشو إن ونكسن ومحن كره هذاي هرو مرسن مركا هوي جوري جدي هذاي أي كبح هذا أي بنان كأي تكتو وح أي كون قانا يسا إني المهي ضيعمو حقيقة أنا وحلاقة بهي المكر سوني دوس اللي سنتها هاي ودين عول بكر لسان إني أصول سارته ما دامي جابلي تهاي قيب بلش هذا كم ذا نصف وبرد كم ذا بلش هذا يتعب بركة لنا يذا كرسة وقعدت كويسة إن أيضا يعض أي كبح هذا أو ما في عنا ومهم ده أساسي جاء ربه قلت له قال إني يقول يشوفته وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى كديبو حقيقة ده مر كلام منك هذا أي وقت جن لتاعين هاي وحاي هسي طفر صدف ربضا أو يكون قد بينك تدعودي أو محن كر هذا أي جانب كهدي أي كجسوب بحكرته مركز وحا كم إذا فكرتها سأنو أنقبا إن يضو قريقة شوكتا يدعو دي فيدين كرتو أي سماين كرتو حلقات قريقة دا لحدة ذا كبحا أي دادك إسكوكو يورد هالكن إيقوي ما دادتران أدي سورتقل ويدو أو محان كرتا أي تاسا أو سورتقل ويدان وحا أغبي حكرتا مال يرو قريقة دا أودو أما أي الباب كم إذا الباب مخزنة دا إيق بناك أفري كرتا أي مركز دو مركا دار إله أغري كرتا إيكا فايدة سن كرتا مركا إفيا آخر من أجر فرضان باقو سعانايا صوكالا إنتا سور لن بهدي كر ويدو waxay sameyn kartaa in ay maxan kuraday social media waxa la dhahda ee xoog loo isticmaala qof walba maxan kuraday intu kaga faa'iideysan karo ka faa'iideystay ku shirka kaga faa'iideystay ku khayr kaga faa'iideystay marka waa majal dan oo ballaaran oo cid walba u banaann wuxuu kaga faa'iideysanayaa markaas wuu qori kartaa maqaalay soo qori kartaa dad badan baa ku xidnaan kara in su'aalo badan baa la weydiin kara dad badan bay dhiseysa marka oo ku xidnaanaya fa kan baa imi ka jira dumar badan ba jira haddii laftigeeda oo maxan ku raadayaa aan dariiqal Facebook ha haato iyo wasaal tawaasulka ijtimaaciga maxan ku raadayaa social media ha iyo baraha bulshada ku kulmaan dhinaca kaga faa'iideysta maqaalad qora oo maxan ku intaas email ka jawaabo maalintii oo ruduudka dadka dadku su'aal hayso weydiinayaan dib uga jawaaba oo maxan ku raadayaa cilmiga sharciga asa ku gudbiya soo kale waxay kaga qayb gali kartaa iyadoo meelahi ay markii hore hadii door weyn ku lahayd oo ku jirtay een janibkan daacwada hadii ku jirtay kulka hore oo door weyn oo aad cad ka lahayd markii dambe ay reer yeelato ay mashquusho durufo farabadan oo ka yimid kor yimiday awgeed oo ay u awoodi weyday in halka sii wado jadwal bay samaysanaysa waratibanaysa waqtigeeda kadib markay ratibato maalima ay samaysanaysa u gaar ah oo intii mowduuc diyaarsato ay kaga qayb gali lahayd kadibna ay tagto een waxaan korahay meelaha een bulshada isku yimaadaan iyo meelaha daacwada laga fulinayo markaas ma kala go'ayo doorkeedi oo si fiican uga qayb gali kartaa soo kalaam waxaan korahay waxay sameyn kartaa afkaaro fadban oo kala iyo ku munaasiba markii fikirto taasina runtii waxay ku xidhan tahay in ay mataqana caziima farabadan oo iyada ka soo fuleysa in ay yeelato lana mushaakilka adduunyada iska farabadan qofkuna mashquulkiis iska badan yahay haddii markaa ka dhaxbaxdo si rafuud bad markii uu ka dhaxbaxay sadu mashquulaysa sida aynu ku aragno gabadh iyada wax baratay oo cilmi kororsatay bay markiiba ka tagaysa maxaa ku sabab la midun bay noqon kartaa in ay ama maxaan korahay markii hore hadafkeed u gaabna oo isla hayd bas waqti yar iskaga waqtun lumis yar oo kaliya taa yahay oo hadaf yar oo gaaban ay lahayd secondary gan dhamme inta reer yeelanayso way u suurta gali weeday jaamacad iska yar gaad inta ilaahay ku siinayo ilaahay boobu siiyay ba calafkiiba u yimid sidoo kale faraha kaga qaadaysa waan ognahay waqtiga in diiq ku noqon karo qofka oo arimo badan ka hor iman karaan laakiin qofku markuu hadafkiisu yahay in uu wado oo waxaan wax ilaa hadhow uu wadayo oo aanu ka hareynin marnaba annaga nabiga sallam wuxuu yiri cilmiga waxa weeyaan min al waxaan jeedaa maqoola waxa tirahda cilmiga من المهدي إلى اللحدي ومن مالك أدلاتي إلى مالك أدلماني سوء ما يستاقيه وحيابها متقن النبي عليه السلام وكد عيسين شرين مركز ده وحكم إذا اللهم رسغنا علما نافعا وعملا متقبلا يعني وحين إذا كبرينا مالين والبو أدكارتين يومي جاء أهين استعمالنا كجرتا والصبح والبو الآخرين إلهي ويستو إله علم نافع يعملوا ناكسا نئسي والله بشي أنك الهنين نقفكو إنه دائما علم كررس ده لأن علم نافع وحياب مدن بكاد دفاعية مركا إن أدقنا نفتاد علم وكررسته دتك كلنا أد علم وسي كرد
بسود وقف إديس وشيء لما لجمارمانا مكوي بني هين ما أنت فرصة دا أي دمر كأحيان كيف إديس كان قاد بقبني حدنا ما لترنا مالها كدي يتويني كبر روجان ويمسكح هذا كسر دعاء كدي بنا إسكوت يعني فليان إلى هنا تلا سرتان إن واحد برتاي إسلام كسر الشكتي برشده كلية الشرعية إن أحيابي أتكو طورتي أمبو بكسو تشيتي محاكمي دها أن رنهانتي وحن كدورتي أدبن شعلة أنا لقت كلية الشريعة إن شاء عدري تأدبن شعلة وحن كش على وحن ويان إني تهاي إن وحكو بعد إني واجب تهاي إني دين تينا برا نهار تمر قاره وقف ولا بعي سعر أنت هاي علم كست أو أدبر أنا سنة وكهريان أمي سنة إن أنا ما أنت الشريعة ده مرك أمبرتو أنا وح بدنك فهم كره والنفط يزي أنا وح بدنك بدل كره مكان نفط يزي وح بدنك بدله أن محن كل هذاي هاد وبد كيجين وح كبدل كره أن بشدين وح كبدل وح كسكر دين كره أن دتك متقانك أن دتك إلى هاي فضل جسي دعوة دوح أطري أن كم من نقطة كان أمي سنة مكلا بد سي تاس يجو هرجشنا إن أن إلا أن برتع من الشريعة أن أن إيش ورتجلين بين أمي سنة سأب قد بنكو طرتي إن كل واحد شراء حتى يجو برتعي بس أنا استكدين إن أي فيديان دعوة يجل في تجو ذا أدي والله حلا يا هبا النقطة إن أنا صور كهيسن هلك أي مر العين مرك أي فيدين تقب حيان هذا مقال سينا يا أم بابا تصي هلك مر العين إن بالحركة سلفت كذا نصور. طبعاً ويش لأن تطبضن دكتي أو كعلمهان أو دكتي. أنا توحي كبلا مثلا إن أدمر كهرباء ما كأديان يصير أد هذا في يلته. مرك وقف قال لي كلية الشريعة أما علمي كشرعي أدوني إنه كرصده وإنه أوجاده هالكهرباء إنه ما كأوديجان أيوه هالكذا كو جارسيني سنة فتاد. ما نفتاد كذا دوب برانيسا مثلا إن أدكو انتفاع ده أو دوحكو سكر يساعدو برانيسا. مك كل وي كشرته. كوقف كاستوحن آمن سنة هي برا نعلم جشرعية النفتي سنة كو أنفعيد كنا كو أنفعي وكشرته لكن ظروفه فربنا ونأجه هاي وظروفته ما أنت كشرته وبشدين هاي ستها أدبي وأذك تهاي ظروف أذك بشرته وكحرين كحرين كرتة وقت جي حاجة كمد وجهريان ظروفته كعلم كرتة فوحن وحن أوب بهنتين بان لي هاي إن عزيمة أدلتي ما دان بس كل يتأ أد فكر دي بسكو نقطان وأدي بسكو يدي سن واد برتين شريعة الإسلام كهاي واد فهن سنة هاي ما حد كو قبان كرتة قفكم مركو علم جبرتو وحلا كواجب أنا ورتو مركو إخلاص لي ما ده وإخلاص وبرتو إسقى متقنا نيد وبرح ترى دري لها وبرتو مركو لبعضنا نفتي سكو أنفع ما صدحني إنه دتك جرسية صدح هذا سوى صدح هذا وشر دقة أقفكم مركو علم براني إن إخلاص لقاه له مر لبعضنا محنكر هذاي نفتي هذا كو محنكر هذاي دقله ما صدحنا أتغير كأوجد بيسو فعلمي وح ليه زكاة سد أموالك بس زكاة وليه هاي قاعد حنا لها علمي زكاة كبحي سكاد علمي جات كبح سنوها إن تغير كجرسيسة إن تغير كجرسيسة ماها كمان دقنا إن العالم كأصاب بحده الظهور أدلت ما دبروس أدلت ما ضاع أدلت كأصه محنكر هذا يسيح وصهار بحده تعس ضروري ماها كليتة إن أصحاب هذا كود روبات كقبل لاب كرتا كل جريحة كقبل لاب كرتا شاركة أنت قاد كتشرتو أو متسمع عاجك كود رودو بكوف فينا إن تقبلوه فواحد ده خير بضم بإيدين كتشرة متسمع أنا وإيدين بهي هاي أنتوا وإيدين بهن تاي مرة والبا مكاز كلمت أكو برادو من ورا له. إن حمد أذى قولي ملك كلن تبلش ذا أذى قو أفذين يا دعوة ذا هل كيسات أمرتع سيدات الله كلن تبلش ذا. ستاسة ومدحكين ستاسة وقوم بلا بينا محنكر ذا لكن س كم علين أهان ما دام ما علين ما دحي مرك أنا وحدي جيو ده كان وحدي جيو وقدره كأرضي أهان مرك قركض وقدح ترى مكاسي عند تاس أهين من وقدح ترى. أرضي. إن وتحي أرضي ذا إن مركز هذا القاضي كلي واحد أفضلنا يساعد دعوتي لفتجي ذا ما دام أي برنايان علمي إسلامي يجي لفتجو ذا سيد قولي رجلي ساعة إن مشرت أرضي إما جو أفر فرعون الدنيا إن أي فديان سيد ذو عاون كرتا تلوين عن كي آيات سيسا مركز جلاس ككل شرتو أما بقى الله كلنتو. ويشرنها أرضي ذا أن ويتعليهن مركي يريهن وردن أن ويتعليهن إني علمي جشرع إبرتان ويتعليهن دين تأديات إني كسيت بحران ويسيد حقلان أدب ويتعليهن كليات إن ديري جلسوا مكعب بهينهن وكل سنة ذا أت أودست أو إني أودي كران إنه وح سكر ديان قمن كران ومجال كان أي رباني أنت نهم يأوهايان إن تيج على سدينتي إنها اسم أمرا أرضي إن وحاجة إن مركز دعوة لفدين يا وحولير أنتوا بدنا واحد لجوء جا أنتمر إن أذى جملة كلن تيد إن أنا راح هذا أنتوا بدو حلجوء جا رج والرج أي دعوة فدية ولا راح هذا ما أنت دعوة هيب أي فديني ما دام الله ذا هوينك ويفدين كران عقب ذا هكذا إما دفن أنت دعوة حنا وش شيء كرتها مثلا أذى جملة كلن تي عقب توصى وكعجت مي أذى جو فديني دعوة
مي ستو ساني عقود إلي ييجي هرت ميدان لا أرك ما شرتو إن لكن سوي شرتا بلش ده إن أمريكا لقوا عقود بدن وي شرتا يروح كم ميدا إن سوي أتقبلان بقى هذا قفكو ينحو شيء أو مركز قاركون رادم قف دم روح نوشي جي ودي عكرت عين لقوا راحتو مركز قاركون إنه برادم أدي جي روح نوشي جي أو عند متقنا ده إن قفكم وها يستبد قفكم كلام يتكي أو متقنا أد تقاني ما نتقد ويتهاله اسمه أرن يعني علم ببرتي وكرر سد وحاق سكر ده حكى فائدة سينا ليش أرن بالك يابا جماعات فربنا لأن عيا فربنا من كوا ده أو يك إيمان كرتا عقب دوي كرتا إنها كم دين لأنه بلشدو حوا قاعدين عوي راح الحرنت هاي ف ني تبي إني كنت ما دوري عكرت لكن سوى حكي جود بكرنسي رفضت إن مركز دعوت دتك الله لسان وضمر يدنيرا لأن كدنيرا ضمر كانوا أجنو كلي فكلا كل دون ويدكتان كوا حبرتاي كوا آن وحبرن أو واحد شرا جري هتشوجا لو هذا بس أتسكسو جارسيسان دعوت ما أوف في لسان أو ما أقول يدان حتى كوا آن يو أقنت يو وقت جانو هلين إن وحبرتان سياسة أولا كلانتان طبعا هرت الله بدأ دينعب واسكود الترين هنا إن دتك إن يجو أحبرتي يجو حكوا فيلن كريات إن كتب قاتان وآخرستان كريات إن يوروب رارتشين حكوا فيلن أولاش يجو مفاتيح للسيا يكفرن هين با يجو فيلن وحجوز ديو فربضنا يكون بحنا يجو وما بحنا لكن سدتك أنا وحبران يجو أنا عدنا كور هينين إن ولي أنا وقت وحينين أي مالها كوي مادن ويجو بحنا ميلا ده الله قتلا الله قتلا ميلا بدن بشرته إلى خراس يا جمعيات فربضنا بشرته أو أنت أريمها كشقي أو كشقلة أمره والبدل تاجن إسكت ضيع إني صا أوروريان ضيرته إسكت ضيع إني بران محن كره أساسيات كإسلام كا الله برا فقه كي قرآن كي الحفتسيه سلعة دودو حكوس حن هينين يدين تدو حكوس حمسة بران تضم بق وتاجن أنت إلى خير من هسية marka dadka ma kamid tahay mise waa dad aad in kala kulantay una yaga hawsha wada runtii waan la kulmay mararka qaar waan la shaqeeyay laakiin insha Allah in yagana kamid noqono rajeynaya in dhalinyarada laftigooda markaad eegto kulay markaad joogto jaamacadii Badar oo ka tahay marna ardayad mararka qaarnaad macallimad noqonayso in iyada laftigeeda maxaad kala kulantaa kulay dhalinyarada ku sugan jaamacada in ma jirtaa in fursado aad siiso oo ay daacwadi ku fulin karaan iyaga laftigooda iyaga runtii arday uma iskuna hay arday uma jaamacad iskuna hay laana ardaydu ma ka hay jaamacad macallimad kama yihiin soo kalena de ardayda ila dhigata galaaska iyo fakalada horan ila dhigan jirtay inaan ka wada shaqeynay inaan afkaar soo gudbino inaan ka wada shaqeynay inaan waxaan anshida keenin karno aanu keeno aan ku tari karno in maxaan ku raaday mujtamaac ay ku tari karno meelaha godalowlaha ka kuliyo tarbiyahan oo kale ee wakiilya macallinim macallin marka lagu leeyahay in kaalin weyn ka qaadanaya bulshada fa inaan isku dayno inaan kaalinta aanu ka qaadan karno bulshadeeda intee doonto baad haba yaraatee joodigeega inaan waxaan isku daynaa inaan soo saarno bis dhalinyarada marka ku soo noqono kulay in waxa la yiraahdaa qofku markuu fakal u doorto kii uu rabi ma doortay waalid ayaa ka dambeeya oo xal dhici karta in la yiraahdo adu kan aad jeceshay ma kan kala baro taasi laftigeeda marka la kulantaan idinkuna aad daacwadii wadaan qofku fiicnaa inuu barto islaamiga weli ma la kulantay isagoo fakal kale dabada ka riixaya oo aad u yaadheen oo aad la fadhiisatin ma jiraa ma yiruntii may dhacintaas weli lama kulmin weli maan arag laakiin kulli way jiraan way dhici kartaana inta badan laakiin hadda samanka la taagay waxaan umaleynayaa ardayda iyagaaba doorta fakalada ay galayaan dhanka dumarka iyo dacwadda markan soo eegno in haddii aan adiga ka gudubnood jiraan dumar kale oo iyagu fidin kara in maxaad kula talin lahayd maxaa soo oran lahayd maanta halkii loo baahnaa waad gaadheen runtii hal mid kaliya tuma oran lahaa dadka aadka u badan ee ku jira dumar fara badan baa jumciyad fara badan bii ka mas'uul yihiin ay hayaan in badan bii juhud badan ku bixinayaan inay mataqaanaa meelo badan oo dacwad u baahantay inay gaaraan ay gaarsiiyaan dad badan bii gacanta ku hayaan runtii waan arkay doorka ay ka qaateen waan arkay waan muuqdaana waan ugu mahadnaqayaa runtii dhiirigelin uun baan siin lahaa waxaan lahaa ka sii wada haniyad jamina barta ka sii wada haddaan idin ogeyn dadka aad soo saaraysaan baa idin og in badan oo kale idinku aydan ogeyn baa idin og soo kalena inaad ka si horum marisan weeyaan ha ka dib dhigin laano kaliya waxa idinku filan inuu mataqaana ilaahay ajir idinku siinayo ilaahay idin la qabanayo waa tahay dumarka dacwada fidinaya maxaa talee kaga tagi lahayd waxaan kaga tagi lahaa oran lahaa inay marka ay dacwada fidinayaan ay ku tasalluxaan cilmiga sharciga ah ikhlaaska ay ku tasalluxaan soo kalena maxaan ku raadayay ay mar walba ku sifaysanaan soo dhawaanta maxaan ku raadayay dadka u baahan inay fahmaan oo ay si fiican xool dheer u fahmaan diinta.
دعوه دیال انسان برنامه چکن برنامه چلمی ده دیبو کل می دانه وانیگو هضم به دانه ی صور قاضی دی محمد آمر دنک فرسما دو حیق عوی حسین عبد الفتاح بعد سابتی فی و دیگر دافیا سلام الله علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.